اليوم انا استمعت الى الناطق باسم مجلس الامن القومي الامريكي، يعني هناك تصريح بصراحه عجيب غريب، يعني هو يقول انه لا يريد، تصوروا ان الناطق باسم مجلس الامن القومي الامريكي وليس الاسرائيلي يقول انه لا يريد، وامريكا ضد وقف اطلاق النار لعده ايام من اجل اغراض انسانيه، لان من شان ذلك ان يمكن المقاومه في غزه من ان تلتقط انفاسها. يعني تصوروا ان امريكا هي التي تدير الحرب، وده تصريح يا سعاده السفير غريب جدا هذا التصريح، يعني في كل الصراعات وكل النزاعات اللي شفناها في المنطقه وفي العالم كله دايما المنظمات الامميه بتقر هدنه انسانيه، هدنه انسانيه بمعنى ان المدنيين العزل اللي ما لهمش اي دخل في هذا الصراع دايما بتقر المنظمات الأممية هدنة إنسانية لإدخال المساعدات ليهم، لكن في هذا أمريكا هي التي ترفض، ليس إسرائيل، أمريكا هي التي ترفض. أمريكا تشارك في مجلس الحرب الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، أمريكا هي التي وضبت 8 مليار دولار و16 مليار دولار أخرى، أمريكا حركت 2000 جندي من المارينز، حركت وحدات خاصة من القوات الخاصة الدلتا، أمريكا حركت السفن الحربية الكبيرة البوارج إلى قطاع غزة، أمريكا تشارك في التخطيط في تزويد المعلومات العسكرية الدقيقة للجيش الإسرائيلي، يعني أمريكا حتى رفضت قرار تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يطلب وقف العدوان، لم نطلب أكثر من ذلك. حتى قمة السلام في القاهرة ماذا طلبت من الأوروبيين والأمريكان الذين حضروا والأطراف الدولية الأخرى في هذا المعسكر؟ وقف العدوان، هم لا يريدون وقف العدوان. لماذا؟ هم يريدون إعطاء ضوء أخضر وتصريح لإسرائيل لارتكاب المزيد من أعمال التدمير والقتل والمجازر. إلى أين يذهب قطاع غزة؟ شعب قطاع غزة لن يغادر غزة. وكما قال السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، شعبنا لن يغادر أرضه ولن يترك وطنه صحيح. ولن يسمح بتكرار أخطاء الماضي ولن يسمح بحدوث نكبة جديدة. طيب. والسيد عبد الفتاح السيسي قال مشكورا منذ اللحظة الأولى لطرح هذا المخطط، مخطط التهجير، هو مخطط قديم جديد يطل برأسه بين فترة وأخرى، قال أننا لن نسمح بالتهجير، مصر تستضيف 9 مليون لأن في ذلك تصفية للقضية بالفعل. طيب سعادة